تقول: ما هي شروط السفر إلى بلاد الكفر التي يكثر فيها المنكرات؟ لا يجوز السفر لبلاد الكفار إلا لحاجة، إما تجارة تعاقد مع شركات يرجع، وإما لعلاج ما يوجد إلا هناك يسافر للعلاج، وإما لتعلم علوم ما توجد إلا عندهم والمسلمون بحاجة إليها، وإما للدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه تسوغ السفر إلى بلاد الكفار بقدرها، ثم يرجع.